بسم الله الرحمن الرحيم الانجيليون يدعمون الكيان وينتظرون نهايته يحظى هذا الكيان الصهيوني اللقيط بدعم كبير غير محدود من التيار الانجيلي بالولايات المتحده الامريكيه وقد تجلى هذا الدعم بشكل واضح في كل المراحل السابقه منذ تاسيس هذا الكيان الصهيوني وخصوصا في الفترات التي يعاني فيها من مواجهات سواء كانت في الداخل وحتى في الخارج في الحروب التي يشنها هو هذا الكيان وطبعا تجلى ذلك بشكل اكبر واوضح في دعم الولايات المتحده الامريكيه التي يسيطر ويهيمن عليها الانجيليون ويحظون بنفوذ كبير في داخل الدوله العميقه وحتى في المؤسسات الرسميه تجلى في بعد عمليات طوفان الاقصى وبعد الحرب العدوانيه حرب الاباده الشامله التي يشنها هذا الكيان الصهيوني اللقيط على الشعب الفلسطيني. السؤال الذي يطرح دائما ونحن قد اجبنا عليه باختصار في المرات السابقه هو لماذا الانجيليون الذين يبشرون بظهور المسيح المخلص؟ لماذا هؤلاء يدعمون هذا الكيان الصهيوني اللقيط ويصرون على دعمه؟ حتى قيل ان نتنياهو عندما ذهب مؤخرا الى الولايات المتحده الامريكيه سئل في احدى الاجتماعات هذا السؤال الخطير لماذا تثقون بدعم الانجيليين لكم وهم يبشرون بظهور المسيح المخلص عليه السلام ومعنى ان يظهر المسيح المخلص عليه السلام هو ان يستعيد هذا الكيان المسمى اسرائيل ويفرض على اليهود الموجودين هناك من الذين اقاموا هذه الدوله اللقيطه أن يتبعوه وإلا فإنه سيقضي عليهم هذه المعادلة فقال لهم أن نتنياهو ما معناه لكل مقام مقال حتى ذلك اليوم نحن سنفكر كيف سنرد على تلك المرحلة هذا إذا كنا عائشين بشكل عام فإن المسيحيين الأمريكيين الإنجيليين يدعمون هذا الكيان لأنهم يعتقدون كما يقول أحد قساوستهم المعروفين القس الإنجيلي الشهير بات روبرتسون مؤسس ورئيس شبكة البث المسيحي سي بي إن يقول لأننا نعتقد أن كلمات النبي موسى وأنبياء إسرائيل القدماء كانت مستوحاة من الرب نحن نؤمن بان ظهور دولة يهوديه في الارض التي وعد الله بها ابراهيم واسحاق ويعقوب لها هدف ومبرر الهي نحن نؤمن بان الله لديه خطه لهذه الامه التي ينوي ان يكون نعمه لجميع امم الارض لذلك تردد هذا الشعار باستمرار في الولايات المتحده الامريكيه صلوا من اجل اسرائيل تردد هذا الشعار في مختلف الإذاعات المحلية الكنسية المحافظة يعني الإنجيلية إضافة لظهور هذا الشعار على شاشات المحطات التلفزيونية المسيحية والمحافظة مثل شبكة البث المسيحي التي ذكرناها وغيرها وتعتبر مؤسسة مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل بعدني ما وصل للنتيجة الكبرى التي تأسست عام 1981 ويزيد عدد أعضائها على عشرة ملايين شخص فقط هو يقدر عدد الإنجيليين المسيحيين في الولايات المتحدة ما يقرب من 70 مليون 66 مليون بعضهم يقول وهي المؤسسة الأكبر بين مؤسسات إنجيلية أمريكية عديدة يجمعها هدف وهو الدفاع عن هذا الكيان وتقديم الدعم المالي له بكل الصور الممكنة وتركز عمل أو تركز عمل هذه المؤسسة على مواجهه اي انتقادات لهذا الكيان سواء في وسائل الاعلام او حرم الجامعات او بين اعضاء مجلسي النواب والشيوخ. طيب. هؤلاء الانجيليون ينتظرون نهايه العالم ويعتقدون بان عوده المسيح ونهايه العالم قادمه لا محاله ليعيد ليعيد المسيح بناء المعبد اليهودي في القدس ويستعيد دولة إسرائيل يستعيدها تقول كانديدا موس أستاذة اللاهوت في جامعة برمنغهام هنا هذه تحدثت بعدما اعترف ترامب بالقدس عاصمة لهذا الكيان قالت لهم هنا في بريطانيا قالت انتبهوا لا تفرحوا وراكم مصيبة ورا هذا الاعتراف بالقدس تقول في تقريرها المنشور بصحيفة ديلي بيست هنا في بريطانيا إن نبوءات الإنجيليين الراسخة تعتقد بأن هناك حدثا جللا سيحدث قريبا في هذا العالم وهو عودة المسيح لاستعادة أرض إسرائيل استعادتها واشارت الكاتبه الى ان ما حدث يوم افتتاح السفاره الامريكيه بالقدس تم بمباركه القس المعمداني روبرت بالقدس روبرت جيفس لهذه الخطوه والدعاء للرئيس ترامب ومدح استقامته وكذا الاشاده بدور اسرائيل في التزامها برسائل الانبياء واخلاق المسيح لكن موس تقول إن المشكلة حقيقية هذه المشكلة لا تكمن في تبريكات جيفرس القدس إنما بقناعته هو هذا القس الذي بارك الراسخ في عقيدته المسيحية اليمينية والتي تؤمن بأن أفتتاح السفارة في القدس سيتبعه دمار كوني كما هو معروف عن التدبيريين هذه طائفه تعتقد بان الدمار يبدا خطوه فخطوه يفسرون هذه الخطوه يعني خطوه افتتاح السفاره الامريكيه بالقدس ببدء حقبه نهايه العالم لكن بشكل عام قد يختلف المبشرون الانجيليون في تفاصيل احداث النهايه نهايه العالم إلا أنهم يشتركون في منطق عودة المسيح ونهاية العالم لاستعادة دولة إسرائيل ياخذها منهم ليعيد بناء المعبد اليهودي في القدس وليستعيد دولة إسرائيل من اليهود بحسب تصريح الدكتور غريك كاري, كاري بروفيسور العقد الجديد في جامعة لانستر لصحيفة ديلي بيست. شوف هذه كلها تحقيقات استقصائية هم يكتبونها. على أنقل فقط ويقول كاري ان جيفرس يعني هذا القس الذي بارك افتتاح القدس السفاره في القدس ان هذا نفسه الذي بارك افتتاح السفاره في القدس يؤمن بان اليهود لن ينجو من الدمار من غير اعتناق المسيحيه انتبه عزيزي من غير اعتناق المسيحيه وبالتالي فان دعمهم لاسرائيل يجب ان لا يفهم على انه دفاع عن الديانه اليهوديه، ففي نهايه العالم والكلام لهذا الرجل كاري إن, ان لم يعتنق في نهايه العالم ان لم يعتنق اليهود المسيحيه فجزاؤهم العذاب كبقيه الناس، الامر الذي لا يعتبره لا يعتبره كاري يصب في مصلحه اسرائيل واليهود، فهؤلاء الانجيليون هؤلاء الإنجيليون ولاؤهم لهذا الكيان مرهون باستشراف مستقبلي لعداء عالمي تجاه إسرائيل كما يقول هذا نص وإعادة بناء الهيكل ليس إلا نقطة بداية للصراع النهائي أنا سأحدثكم أيضا في المحاو... المحورين التاليين وتحديدا في المحور الثاني وحتى إن شاء الله في حلقات قادمة عن نهايه هذا الكيان وزوال هذا الكيان وفق هذا المنطق ووفق منطق السياسه ايضا لان الكيان الصهيوني اللقيط انشئ بعد حربين العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه كنتاج لتاسيس نظام عالمي جديد هذا النظام العالمي الجديد الذي ظهر بعد نهايه الحرب العالميه الثانيه تحديدا باقامه هذا الكيان في العام 1948 هذا الكيان هو الان ينهار. يعني هذا النظام السياسي العالمي الجديد، هذا النظام العالمي الذي ظهر بعد 2000 بعد 1945 بتاسيس وتاسيس هذا الكيان كنتاج لهذا النظام العالمي الذي كان جديدا، الان هو هذا النظام يتهرب وينهار. بانهيار هذا الكيان، المحصلة والنتيجة النهائية والطبيعية انهيار النظام يستتبع حتى قبل انهيار النظام الدولي انهيار ما يسمى بدولة كذا الكيان اللقيط لا تفرحون لا تفرحون جماعة الكيان والمؤيدين للكيان والعرب المتصهينون لا تفرحون هذا الكيان زائل باعترافهم هم وحتى الولايات المتحدة تدعمه لتزيله. ابقوا معنا. اختراع شعب إسرائيل. أنا حدثتكم من زمان عن شلومو ساند ولو أحدثكم عنه باستمرار فأعتقد المصلحة والفائدة تكون دائما مفي مستمرة. شلومو ساند هذا مؤرخ من الكيان الصهيوني اللقيط ولد في 10 سبتمبر 1946 طبعا خارج الكيان بروفيسور تاريخ يدرس حتى هذه اللحظة في جامعة تل الربيع يافا التي سموها بتل أبيب وهو ألف كتابا مهما جدا تحت عنوان اختراع شعب إسرائيل أو العنوان الرسمي اختراع الشعب اليهودي تتمحور أبحاث هذا الرجل التاريخي حول القومية وخلص بنتيجة بأن الشعب اليهودي ليس قومية ما شيء اسم القومية اليهودية وعمل أفلام وعمل برامج وثائقية كثيرة وألف كتاب آخر مهم جدا جدا هو اختراع أرض إسرائيل وطبعا كتاب ثالث مهم جدا كيف لم أعد يهوديا زين الحديث ليش انا الان اخترت هذا المحور؟ لاني لاحظت مع كل الاسف هسه هو الكيان في الكيان الصهيوني. يعني داخل هذا الكيان هنالك من لا يعترف بان اليهود هم شعب، يقولون علانيه بان هذا ليس بشعب. هؤلاء ليسوا قوميه. هو نفسه شلومو ساند يقول ما الذي يجمع؟ ما هي العوامل المشتركه؟ التي تجمع بين اليهودي من مراكش واليهودي مثلا من اوكرانيا او من ليتوانيا او من روسيا او من بروسيا ما كوش يجمعهم سوى طقوس تؤدى في الصلوات والديانه اليهوديه فكيف ناتي ونحاول بشكل من الاشكال هو يقول ونريد ان نفرض على العالم اننا قوميه ما دعاني الى ان اتحدث عن هذا الرجل مره اخرى، لاحظت بعض المتصهينين العرب العرب يتطرفون في مساله الترويج لفكره التطبيع مع هذا الكيان، وفي محاربتهم وتشكيكهم بمحور المقاومه وبحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، ويقولون حتى هسه يعني يعني الدول العربية كثيرة طبعت مع هذا الكيان الصهيوني لا تجرؤ أن تتحدث وتقول شعب إسرائيل لا يحكون عن الدولة نعم أرض أقامت دولة 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 الدولة ليس وطن وباعتراف شلومو ساند وهو واحد من الكثيرين عشرات أولئك المؤرخين الجدد من الذين هم ذهبوا هناك هاجروا إلى فلسطين المحتلة باعتبارها ارض بلا شعب لشعب بلا ارض او بلا وطن وخلص الى هذه النتيجه الكارثيه هذه النتيجه الكارثيه التي تنتقد ما سمي بحق اليهود في فلسطين على اساس ديني وايضا يعترف بحق الشعب الفلسطيني والدليل على ذلك الان هذا الذي يجري يعني يقول احنا منذ حتى شفت ذاك اليوم مقابله مع احد القنوات الفضائيه من داخل الكيان الصهيوني يعني يقول احنا جينا الى هذه وغير هذا المنطق الان السائد لدى الكثيرين من الذين بداوا يتراجعون عن شيء اسمه شعب اسرائيل وارض اسمها ارض اسرائيل ويجي المتصهين العربي يبارك للشعب الاسرائيلي انتصاره على الفلسطينيين ويقول سلومو ساند وأمثاله 76 سنة من تأسيس هذا الكيان على أساس أنه لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني لكن 76 من اللي يقاومنا غير هذا الشعب الفلسطيني من الذي أوجد هذه المقاومة التي ترفض قيام هذا الكيان الصهيوني فعموما كيف ولماذا تحولت التوراه يقول الى من كتاب شرائع دينيه؟ هذا واحده من الانتقادات الكبيره التي وجهها شلومو ساند الى قيام هذا الكيان واختراع شعب باسم شعب اسرائيل استنادا على ما ذكر في التوراه التي يقول انها تحولت من كتاب شرائع دينيه الى كتاب تاريخ يروي نشوء بين امه اليهود علما كما هو يقول لا احد يعرف بدقه بدقه متى كتبت التوراه ومن الذي كتبها وما الطريق الذي سلكه اليهود المطرودون من مصر؟ احبائي هذه قضيه خطيره هذه يجب ان نركز عليها باستمرار من فمك ادينك نحن يجب ان نتحدث دائما وننقل كل ما يقال وينشر في داخل هذا الكيان الصهيوني من بشارات تنبئ بانهياره فضلا عن الحديث عن اختراع شعب، لا يوجد شيء اسمه شعب. هذا الرجل استعرض التاريخ اليهودي كعرض نقدي للخطاب هذا التاريخ اليهودي التقليدي الذي تركز على فكرة انه نحن شعب، هسه حتى لو انت تشوف في الكثير من الفضائيات من يطلعون هؤلاء الذين يدافعون يعني عن وجهة النظر الصهيونية من اليهود الصهاينة مثلا يطلع قباله واحد فلسطيني من القدس فلسطيني فلسطيني ويقول له انت يجب ان تحترم بقائك في دولة اسرائيل لانك مواطن اسرائيلي فيقول له الرجل أنا عائش في هذه البلاد ولدي جذور أما أنت فأنت قادم من الخارج يعني تتخيل واحد جاي من بولندا من بولندا يقول له من بولونيا أو بولندا يقول له أنت لماذا تنتقد يعني الكيان الصهيوني يعني هذا الدواء أنت يجب أن تعيش على مبدأ المواطنة المواطن ويقول فمن يقول له لا لا انتم قادمين وانتم هذا هذا ليس هذا هذا ليس وطن انت سويت دوله دوله يعني مؤسسات تحكم بالحديد والنار فيقول له لا لا احنا اليهود امه قوميه امه قوميه يريدون ان يروجوا لفكره اليهوديه القوميه زين هو هرتزل عندما اجتمع في بازل في مؤتمر بازل فيه في سويسرا وقرروا او هكذا فكروا بانشاء دوله وطنيه قوميه لشعب اسرائيل المشتت يعني هؤلاء الذين سموا بالشعب اصلا لم يكونوا يفكروا كما يقول شلومو ساند وغيره لم يكونوا يفكروا بفلسطين لم تكن فلسطين مطروحه كانت هنالك ثلاث خيارات لهم خارج واحده منها في الاتحاد السوفيتي السابق لكنهم بعد وعد بالفور 1917 بداوا يخططون لارض فلسطين عموما يطرح ساند سلسله من الاسئله المحرمه في هذا الكيان التي تطال الاسس الرئيسه لبناء الروايه الصهيونيه واليهوديه عامه للتاريخ ومن هذه الاسئله هل يمكن الحديث عن شعب يهودي وجد واستمر الاف السنين بينما لا زالت الكثير من الشعوب الاخرى بينما زالت الكثير من الشعوب الاخرى من الوجود الاكثر عددا والاكثر اثاره والاعمق حضاره والاكثر استقرارا وتجثرا في بقعه محدده من الجغرافيا على اساس هذول منذ الاف السنين يعني يستمرون كشعب كشعب ويجب ان يقيموا في بقعه معينه، كيف من الاسئله المهمه التي طرحها وقلت لكم قبل قليل كيف تحولت التوراه من كتاب شرائع دينيه الى كتاب تاريخ يروي نشوء امه لليهود مزيفه ليس لها وجود اصلا. بعد هل تم فعلا نفي سكان مملكه يهودا بعد تدمير الهيكل ام ان ذلك لا يعدو كونه مجرد اسطوره مسيحيه شقت طريقها الى التراث اليهودي الذي جيرها فيما بعد لمصلحته. أسطورة مسيحية وتحدثت لكم في المحور الأول عن الإنجيليين يريدون يورطوهم وإذا لم يكن هناك منفى فمن أين أتى يهود العالم إِذَا ثم ما الذي يجمع ثقافيا وإثنيا وجينيا بالمعنى المدني يهود مراكش ويهود كيف مثلا قلت لكم في البداية وإذا كان لا وجود لوحدة ثقافية بين الجماعات اليهودية المختلفة لتكون هنالك وحدة دم فهل صحيح أن هناك جينا يهوديا كما تدعي الصهيونية أكو جين اسم الجين اليهودي زي دول الفلاشة وغير الفلاشة يهود الشرق السفارديم الأشكناس هذه الاختلافات الكثيرة الموجودة في داخل هذا الكيان وبالمناسبة وجود هذا التنوع الكبير وعدم وجود أمه يعني قومية يعني قوم لهذا لهؤلاء في أرض فلسطين هو الذي سيعجل بفنائهم ونفس التوراة التي يستندون إليها نفس التوراة بتفسيراتهم المختلفة كما يقول حاخامات ناتو ريكارتا تبشر بزوال هذا الكيان لأنه إذا اجتمعوا كما تقول التوراة وكما يقول هؤلاء الحاخامات يفسرون التوراة بأن التج... مجرد التجمع في أرض فلسطين هو كبيرة من الكبائر هو حرام شرعا لأنه خلاف ما يريده الرب معصية وبأنهم يجتمعون هناك يعني يحملون معهم بذور فنائهم يقول سانس أنه في عام 1970 وأختم حصل تطور في علم الآثار تحت تأثير مدرسة الحوليات التاريخية في فرنسا وارتدى الطابع الاجتماعي للبحث التاريخي أهمية أكبر من الطابع السياسي ووصل هذا التحول إلى الجامعات الإسرائيلية هكذا بدأت تناقضات الرواية الرسمية بالبروز يقول هو وهو ما يزعزع الأساطير المؤسسة ليس فقط لدولة إسرائيل بل للتاريخ اليهودي برمته يحتاج نتحدث كثيرا عن هذا الموضوع ونقولهم لأولئك الذين يباركون لشعب إسرائيل ماكو شيء اسمه شعب إسرائيل فلا تكونوا ملكيين أكثر بلا الملك ابقوا معنا. معهد الامن القومي في داخل هذا الكيان تداعيات الحرب على الاقتصاد الاسرائيلي وفق ثلاثه سيناريوهات. هذا معهد معروف من اكبر المعاهد واهمها فيما يتعلق بالامن القومي في داخل هذا الكيان. قبل ان الج في صلب الموضوع اشير الى ان الحقائق الاركيولوجيه كما يقول شلومو سانت في المحور الثاني كما ذكرت لكم الحقائق الأكرو... الاركيولوجيه الدامغه على الارض أه... تؤكد بان اسرائيل اسست على اسطوره واكاذيب تاريخيه صنعتها الصهيونيه العالميه لاحتلال فلسطين لزرع كيان غريب يملك القوه العسكريه ويخدم الغرب فبما ان الغرب يتداعى وهذا النظام الدولي الذي سم... يسمى بالنظام العالمي الذي اقيم على نظام القطبيه الثنائيه انذاك بعد الحرب العالميه الثانيه امريكا والغرب طبعا من جهه والاتحاد السوفيتي السابق من جهه اخرى وعموم حلفائه الشرقيين وتحول بعدين بمرور الايام بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق الى نظام عالمي احادي القطبيه هذا ايضا الان يتداعى وقضية اوكرانيا ترى مو سهله، يعني الحرب في اوكرانيا او المعركه التي او العمليه العسكريه الخاصه التي ينفذها الروس هناك هذا امر كبير وخطير جدا وله تداعيات خطيره وهو مؤشر على ان النظام العالمي ينهار. وهذا النظام العالمي نعم هو ينهار صحيح حتى هذه اللحظه لم يبرز نظام عالمي جديد. حتى ذلك الحين نحن نعيش في مرحله البرزخ. التي تنذر بتطورات كبيرة تطورات خطيرة تطورات يمكن أن تشهد حروب هنا وحروب هناك بالنتيجة كلها تبشر بانهيار هذا الكيان الذي يخدم الغرب هو أنشئ على هذا الأساس وقالها بايدن واحد من أولئك الذين قالوها إسرائيل إن لم تكن موجودة لأوجدناها قالها وش وقت قالها قال بعد طوفان الأقصى عندما ذهب يقدم الدعم ويعلن على التضامن كل هذا الدعم الذي قدمه لهم لكنهم حتى هذه اللحظة باعتراف المعهد هذا معهد الأمن القومي يقول أن تداعيات الحرب وفق الثلاث سيناريوهات ثلاثة سيناريوهات يرسمها هذا المعهد تؤكد أن الخسائر كبيرة يا بس سوت المقاومة يا عمليات الإسناد سوت التي يقوم بها أنصار الله والتي يقوم بها المقاومة في لبنان استوت استوت باعتراف هؤلاء ربع تريليون دولار ربع تريليون دولار خسائر الكيان في حرب غزة حيث قال خبراء الاقتصاد إن هذه الخسائر كبيرة وكبيرة جدا وقدروها ما بين 200 مليار دولار و250 واكثر الخسائر المالية فقط نقد نقد وعلى اي حال هذا كله خلال هذه الفترة 30 يوم فما بالك والحرب لما تشتعل بعد لم ليست شاملة هذه مشاغلة لو تشوف هسه تداعيات هسه لك على السيناريوهات الثلاثة الاحتياطي النقدي والصناعة باعترافهم تراجعا السياحة شبه متوقفة فلسطين حلوة وهذا الكيان يريد يستغل السياحة أيضا لتدعيم آلة العسكرية مع ذلك تراجعت الاستثمار تراجع ليش؟ لأن المستثمر يريد أمانا هسه ناهيك عن موضوع الهجرة العكسية لا لا الاستثمار الأجنبي هم متراجع وعملية نقل مستوطنين من مكان إلى آخر بسبب المقاومة في لبنان تكلف الاقتصاد لهذا الكيان كثيراً. وهذا الاقتصاد كما يقولون تعرض أكثر من مرة للانهيار، وهذا الانهيار لم يصل إلى الذروة بسبب المعونات الأمريكية لكن الأمريكان أيضا عندما يعانون في المستقبل وهذه النتيجة اللي خلصنا لها سابقا والغرب سيجدون أن هذا الكيان هو عبء عليهم فإذا الدعم الأمريكي بالمال بالسلاح لولاه لانهار الكيان ولانهارت كل مقوماته خاصة ما يتعلق الأمر بالاقتصاد يقول المعهد استمرار الوضع الحالي او التصعيد على الجبهه الشماليه يعني لبنان اللي يقللون من شانها حتى يصل الامر الى بعض المتصهينين العرب يقولون والله هنالك تخادم تخادم لبنان يفقد المقاومه تفقد خيره شبابها في عمليه الاسناد حذاء كل واحد منهم يشرف كل هؤلاء تخادم هذا المعهد الرسمي هذا معهد الامن القومي روح اسال فتش عنه كيف هذا يؤثر في صناعه القرار داخل الكيان الصهيوني يقول ان استمرار الوضع الحالي او التصعيد على الجبهه الشماليه او اتفاق يتضمن صفقه الافراج عن الرهائن يسموها الرهائن كيف سيؤثر كل من هذه السيناريوهات على اقتصاد بين قوسين كذا. يناقش معهد دراسات الامن القومي هذا يعني في دراسه تداعيات السيناريوهات الثلاث على الاقتصاد الكذائي حيث يقف الكيان على مفترق طرق فيما يتعلق باستمرار الحرب في قطاع غزه والحمله الاوسع نطاقا ضد الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه كلام المعهد ومحور المقاومه كلام المعهد. فكل قرار بشأن المستقبل سيكون له حتما آثار اقتصادية كبيرة على هذا الكيان. ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية لعام 2000 نهاية يعني 2024 مستويات عالية تفوق التوقعات التي تقوم عليها ميزانية الكيان الحالية. ويزيد من تفاقم هذا تأثير الحرب على الإنفاق الدفاعي والنمو الاقتصادي. والاستثمار الاجنبي المباشر في داخل هذا الكيان، وايضا في تصنيف هذا الكيان الائتماني وغير ذلك من المعايير الحاسمه للمرونه الاقتصاديه. احبائي استمرار الوضع الحالي هو يدرس ثلاثه سيناريوهات، واحد منها استمرار الوضع الحالي، يعني يواصل الكيان الحرب بدرجات متفاوته من الشده في قطاع غزه، بينما يستمر القتال في الجبهة الشمالية بصيغته الحالية وتبادل يومي لإطلاق النار لكن دون أي تصعيد كبير هذا السيناريو يجي بالتفصيل يذكر حتى جداول ويذكر كيف سيتراجع النمو الاقتصادي كيف ستشهد الميزانية عجزا وموضوع الدين والناتج المحلي والمخاطر التي تمثل الفجوة بين السعر الفائدة و على السندات الحكومية وكل ذلك هذا السيناريو يناقشه المعهد ويخلص بنتيجة أنه ستكون الخسائر فادحة أنا ما أريد بالأرقام اللي هي في جداول ذكرها هذا المعهد وفيها أرقام وتفاصيل السيناريو الثاني هو التصعيد في الشمال قد يؤدي ذلك إلى اضطرابات كبيرة وين؟ في داخل الكيان في داخل الكيان ومن الواضح انه من الصعب التنبؤ الى اين يمكن ان يؤدي هذا التصعيد في الشمال الذي بداه الكيان باعترافهم. هو يقول ال... الذي بداته اسرائيل ما حد. بعدين يجيك والله واحد من دونيه الشيعه في لبنان او من ذني اللي الان مسويهم بلوغرات وتعال شوف الحمله هسه الشديده في لبنان اللي تحشي على محور المقاومه شقدم قدم محور المقاومه؟ وما هي الفوائد التي حققها؟ ولماذا انخرط في عمليه الاسناد؟ هو يقول التصعيد بداته اسرائيل. يعني حزب الله والمقاومه في لبنان يدافعوا يدافعوا وتذكرون الرد انا ما ابرر بس هذا الواقع. اول عمليه اسناد تمت في داخل لبنان من قبل المقاومه، كفر شبعه ومزارع شبعه محتله من قبل الكيان الصهيوني، حتى عمليه الرد التي تمت على الشهيد فؤاد شكر. اين قتل فؤاد شكر؟ قتل في لبنان. في لبنان ويقول لك ليش ترد؟ واين ولماذا تتدخل؟ ولماذا تصعد؟ وهو يعترف هذا المعهد بانه هم من صعدوا وهم من يصعدون. ويحكي لك على التكاليف الباهظة السيناريو الثالث الذي يتحدث عنه المعهد هو الاتفاق يحصل اتفاق على أساس الصفقة المقترحة للإفراج عن الأسرة أو يسميهم مرهائن ووقف القتال في غزة بشكله الحالي مناوشات بس بهذا الشكل يوقف وانسحاب ما يسمى بجيش الدفاع من القطاع ويقول هو وفقا لزعيم حزب الله المحد حسن نصر الله فإن هذا الوضع سيؤدي أيضا إلى وقف القتال على الحدود الشمالية على المدى القصير بعد ذلك قد يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق يأمل هذا المحد أن يسمح هذا الاتفاق لسكان شمال الكيان بالعودة إلى ديارهم أختم بهذه المقولة للمحد ولكل سيناريو من هذه السيناريوهات آثار استراتيجية واقتصادية مختلفة ويقيم التحليل يقيم التحليل الآثار الاقتصادية المترتبة على القتال في كل سيناريو من السيناريوهات الثلاث الثلاثة مع مراعاة أربعة متغيرات اقتصادية رئيسية هي أولا النمو الاقتصادي أي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا الكيان اثنين عجز الميزانية ثلاثة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ذكرنا سابقا ذلك وعلاوة المخاطر التي تمثل الفجوة بين سعر الفائدة كما ذكرت على السندات الحكومية الإسرائيلية بالدولار والمكافئ الأمريكي وعلى حال يقول يشير الانتشار الأكبر الآن لـ لـ لهذا التطور في العمليات التي تجري إلى قلق أكبر من المستثمرين بقدرة الكيان بشأن سداد ديونه في المستقبل إذا ما قبل سبعة أكتوبر لن يكون كما ما بعد سبعة أكتوبر وكلها تصب في المعادلة الرئيسة زوال هذا الكيان وانهياره من الداخل في أمان الله